بمكونات بسيطة هنعمل تحلية باردة في 10 دقايق، لذيذة وسهلة قوي. تحلية الجيلي بالبسكوت مكوناتها متوفرة عندنا في البيت. هنحضر تحلية سريعة ولذيذة وبتعجب الأطفال جدا. أول حاجة معايا 3 باكت من جيلي الفراولة. 3 باكت دول بيحتاجوا 6 كوبايات من المية، 3 مغليين و3 باردين زي ما مكتوب على العبوة. أنا هعملهم ب4 كوبايات، 2 مغليين و2 باردين عشان عايزة الجيلي يكون تقيل شوية. هضيف 2 كوباية المية المغلية، وأول ما يدوب الجيلي كويس في المية هضيف عليهم 2 كوباية المية الباردة وأحطهم في التلاجة لحد ما يتماسكوا معايا. هنحضر لطبقة الكريمة، معايا 2 باكت من الكريم شانتيه، هضيف عليهم 2 كوباية من الحليب المثلج. وهضربهم كويس لحد ما يبقوا معايا كريمة. هحطهم في التلاجة لحد ما احضر لباقي الطبقات. في القالب اللي هنحضر فيه التحلية بتاعتنا هنحضر 1.25 كوباية من الحليب، وده بسكوت شاي سادة. هسقي البسكوت في الحليب، ودي اول طبقة معانا، بس هنعملها كل طبقة فيها 2 بسكوت. وهرص الفراولة بالشكل ده وهضيف 1/2 كمية الكريمة عشان هعملها على طبقتين. وزع الكريمة كويس وهضيف قطعة من الفراولة تاني. والبسكوت المتسقي في الحليب وهقفل عليها بالكريمة وقطع فراولة. هحطها بس في الفريزر 1/2 ساعة عشان الكريمة والبسكوت يتماسك معايا. هنا الجيلي معايا بقى بالشكل ده، مش جامد قوي بس متماسك. هنا معايا القوالب صغيرة هعمل فيها برضو طبقة من البسكوت المتسقي في الحليب وكريمة وبسكوت وقطعة من الفراولة. وهبتدي انزل عليها الجيلي بالشكل ده. الفكرة هنا ان احنا جمدنا طبقة الجيلي في التلاجة قبل ما نحطها على طول على التحلية بتاعتنا عشان ما تنزلش على باقي الطبقات، وتبقى طبقة الجيلي محتفظة بنفسها كل طبقة لوحديها، لان لو حطينا الجيلي مية هينزل على باقي الطبقات ويبقى شكله مش حلو خالص. الطريقة دي هتضمن معانا ان الجيلي متماسك وواخد طبقة لوحده. هبتدي اقطعها بعد ما حطيتها في التلاجة لحد ما الجيلي يتماسك وهنقدمها. مكوناتها بسيطة جدا بس الطعم مع بعض بجد لذيذ قوي. طبقة الكريمة مع البسكوت المتسقي في الحليب والفراولة وطبقة الجيلي قد ايه لذيذ وشهي جدا. تحلية سهلة وبسيطة بس طعمها روعة بجد. بالهنا والشفاء.